أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة الممتدة لعقود من الزمن تزخر بالعديد من الشراكات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة لا سيما الصعيدين العسكري والدفاعي. سموه أشار إلى الحرص على استمرار تنمية أوجه التعاون الثنائي بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمزيد من التقدم والنماء. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظ الله بقصر الرفاعة اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان الفريق طيار مارتن سامي سامسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، حيث نوى سموه بمواصلة إليه مسارات التعاون المشترك والتنسيق المتبادل بين الجانبين لافتا إلى أهمية مواصلة فتح المزيد من الأفاق في مسار العلاقات بما يحقق الأهداف المنشودة. هذا وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.